السلام عليكم شباب، حياكم الله في حلقة جديدة في ويدو. حلقتنا اليوم في ثينك ستوديو احنا جايين نجرب اكبر اندور سكاي دايفنج في العالم، جايين هني جرافيتي. خلونا نشوف جرافيتي. قبل لا أراويكم تجربتي خلوني أتكلم شوي عن رأيي بالمكان. صراحة المكان وايد حبيت الألوان اللي مستخدمينها، وحبيت شلون المكان بسيط مرتب وحلو. شغلة ثانية حبيت إن في طلعتك في محل سوفينير، محل تذكار، تقدر تأخذ هدية أو شغلة تتذكر فيها التجربة اللي توك عشتها. ولو ناطر أنت دورك في أشياء جانبية تستانس فيها. من الشغلات اللي أنا حبيتها في جرافيتي صراحة إن صار المكان متكامل حق المناسبات. يعني مثلاً عندهم قاعة حق اليهال حق أعياد الميلاد، عندهم قاعة حق الشركات تسوي فيها مثلاً بروفيشنال ميتينج، شغلة من هالنوع. حبيت إن عندهم كافيه تقدر تأخذ لك سناك. نفس الوقت أحلى شيء في الموضوع إنه وين ما قعدت قاعد تشوف الناس اللي قاعد يلعبون في التنل. يعني لو أنت جايب عيالك قاعد يلعبون قاعد تشوفهم، قاعد فوق قاعد تحت، ولا أنت مسوي حفلة وماخذ القاعة كلها هم قاعد تشوف الناس. فأنا وايد حبيت هذه الشغلة، وايد 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 متحمس للمكان. الحين خلنا نسولف وايد وخلنا أروح أجرب. أما بالنسبة للخطوة الثانية من بعد ما توقعون على الورقة إن أنتوا تيون هني فوق وتيون إلى الجير ستيشن. بالنسبة للجير ستيشن يعطونكم مختلف الأغراض اللي تحتاجونها علشان تطيرون. هاي. How are you doing? Good? Very good. You ready to fly? I'm ready to fly. Excellent. So, what gear do I need? So, first of all, we're going to get you a jumpsuit. Perfect. You're going to put this on top of your clothes. حلو. أول شيء يعطيني الجمسوت. الجمسوت هو اللبس اللي أنا راح ألبسه فوق ثيابي علشان أقدر أدش داخل. غير الجمسوت, other than the jumpsuit, what do we have? You got the jumpsuit here. I'm also going to give you a helmet and goggles for protection. ممتاز. بيعطيني أيضاً هلمت ونظارات لأن هواء ومروحة تشتغل تحت فنحتاج. السيفتي لازم دائما. بيرفكت. بيرفكت. سو ذاتس ات؟ يا. جو تشينج؟ يا. اروح ابدل وارجع لكم. يلا. طيب المرحلة الثالثة عقب ما تاخذون اغراضكم ان انتم اصلا تروحون تاخذون التريننج او السيفتي بريفنج. فتاخذون العدة وتتوجهون هناك مع النصيطي بيجرب التجربة. متحمس ولا لا؟ شكلي جاهز. جاهز قبل حتى التريننج. تصدقوني ان هني يمكن اهم جزء في التجربه كلها، خاصه للي رايح اول مره، لان هني انت تتعلم شلون تتصرف في النفق. اوكي انا ما بكذب عليكم، انا في البدايه كنت وايد خايف ومحاتي التجربه لان حسيت شيء غريب، هل بقدر اتنفس؟ ما بقدر اتنفس داخل لان هواء وكذي. ولكن اول ما تدخل النفق ينتهي كل الخوف. طبعا صليطي بدا قبلي، قلت انا اشوفه هو قبلي وما شاء الله عليه، حتى المدرب قال له انت خبير مع انه اول مره يجرب، ولا ما ادري اذا رايح من وراي. اما انا بديت اعاني وهو كان يعاني معاي المدرب، بس الشيء حلو انهم ما يهدونك ويعلمونك ليه ما تقدر تستقر. صراحه شيء رهيب. طيب انا توني الحين مخلص تجربتي هني للتنل، صراحه شعور لا يوصف، شيء وايد حلو. في البدايه اول ما تدش تكون انتنس، النفس يتغير شوي عليك، الهواء مو عارف شلون تضبط روحك، لكن مع مساعده المدرب كل شيء يصير اوكي، تستانس، تبدا تستمتع، تبدا تسترخي، تستانس، تلعب دقيقه تطلع تريح، ترجع الدقيقه الثانيه. هذا الباكج اللي احنا خذيناه في الدقيقه الثانيه، خذانا المدرب وراح فينا لفوق ورد نزلنا. هاي كان احلى شعور. انا اكيد راح اجي جرافيتي مو بس مره ثانيه، ثالثه ورابعه ان شاء الله. وايد حلوه التجربه، وايد استمتعت، واحنا كلنا فخورين ان عندنا شيء في البحرين نفس دي، واكيد بني له مره ومرتين وثلاث واكثر. في الختام شباب، هاي كانت حلقتنا في جرافيتي، اتمنى ان الحلقه عجبتكم. لا تنسون تسوون سبسكرايب، لايك، شير، تابعونا على الانستغرام، تابعونا على سناب شات، واذا في حلقه ما شفتها روح شوفها. نشوفكم على خير، مع السلامه.